اهلا بكم يا جماعة في عمل فن جديد ان شاء الله، ارجو ان ربنا يوفقنا وينال اعجابكم. بنبدأ نحدد الشكل بتاعنا، الخطوط الرئيسية كده للعمل، بنعمل هنا شجرة ودي شجرة تانية، هنا بنرسم الحشائش
بنشتغل برضو بجزء الشجرة الضخم. وفي جميع الجذور بنشتغل، بنخلص الجذور كلها كملمس الشجرة لسه طبعا الضوء والظل. بندي بس ملمس الشجرة في الأول، دي الظلال مرمية على الأرض كده، وهنا طبعا الطريق بتاعنا. هيتم تحديده. بنبدأ بقى نأكد على الحشائش، وبرضه بنؤكد على الحشائش في الجنب الآخر. بنحدد الطريق برضو عشان يبقى واضح شوية،
ببدأ شوية إضاءة كده للحشائش، بعمل إضاءة في أماكن معينة، وهنا برضو بنعمل إضاءة للحجر، بعض الأحجار اللي على الطريق، بنحددها إلى حد ما. بندي الإضاءة بتاعت الشجر وهنا برضو إضاءة الأشجار جاية من الناحية دي. كل الإضاءات دي بتوضح الشكل وبتأكده، تأكيد على الظلال مع التأكيد على الفاتح بيظهر الشكل وبيظهر الشجرة. حتى الطريق بيبقى فاتح في البعد، ببدأ أدي فاتح، بعض الإضاءات برضو الجزئية دي فيها ضوء، بوضح إن في هنا ضوء الشمس واضح في الحتة دي. مع وجود السماء والسحب الشجر نفسه في جزء هنا غامق في الجنب ده، والجنب الثاني افتح، هنا افتح كده، الشمس جايه من ايه؟ من الاتجاه ده، وهنا برضو الشجره الشمس جايه من الاتجاه ده، فالاضاءات اتجاهها كده، وهنا اغمق الى حد ما. الغامق والفاتح اللي بيوضح وبيجسم لي الشكل. وهنا في شغل برضو اوراق الاشجار،
حتى الحشائش نفسها الأحجار اللي على الطريق الطريق نفسه نؤكد على الإضاءة تاني بتاعت الأشجار بنغمق بقى بعض الأماكن كده بنؤكد على العمل الفني وبنحاول نوصل بيه لمستوى جيد
شكرا جدا يا جماعة، شكرا.